بالعودة إذن إلى الشأن الإيراني، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسن راضي الأحوازي الكاتب والإعلامي. سيد حسن، مرحبا بك معنا، وأيضا لو تطلعنا على ملابسات ما وقع اليوم في الأحواز وهذا التفجير، إلى أي جهة تشير أصابع الاتهام في تقديرك؟ نعم، طبعا هي عملية عسكرية وليس تفجير، قام بها أربعة يعني ضد العرض العسكري للحرس الثوري والجيش الإيراني والتعبئة البسيج، ويعني وأيضا سقط العشرات بين القتلى والجرحى بين الصفوف العسكريين الإيرانيين. طبعا هناك أين وقع؟ في منصة المتابعين والأهالي لا، طبعا هو في شارع عام في الأحواز، في مدينة الأحواز، عرض عسكري بمناسبة الذكرى، بمناسبة إحياء ذكرى الحرب الإيرانية العراقية والإعلان انتصار إيران على أساس على الجيش العراقي على العراق. وقع هذا يعني على العرض العسكري ومن قرب من المنصة التي ينبغي أن يخطب منها عن المسؤولين الكبار من النظام الإيراني، وكان يتواجد في المنصة أثناء من مجلس خبراء القيادة الإيرانية وأيضا نائب خامنئي أو ممثل خامنئي في الأحواز. لذلك وأيضا المغربين من هذه المنصة هم من الحرس الثوري الإيراني، لذلك يعني كانت العملية مدبرة، كانت العملية يعني تستهدف الحرس الثوري والقوات الإيرانية، قام بها أربعة مسلحين. طبعا هناك عدة جهات أعلنت هذه العملية، يعني جهات أحوازية تبنت هذه العملية وقالت هذا ردا على إيران وسياسات إيران من القمع ومصادرة الحقوق وغيرها. هناك أيضا إيران اتهم دول أجنبية مثل أمريكا والدول الخليجية، وأيضا داعش من جهتها تبنت هذه العملية. من كان يقصد حسن روحاني وجواد ظريف بإشارتهم إلى دول خليجية، السعودية والإمارات أم دول أخرى؟ طبعا أكيد يعني إيران كلما يحدث في الداخل الإيراني تتهم يعني الدول، إسرائيل وأيضا أمريكا كما جاء على لسان خامنئي اليوم، وأيضا السعودية، المملكة العربية السعودية والإمارات. وأنا أعتقد طبعا كان الظريف وكل المسؤولين يقصدون المملكة العربية السعودية والإمارات على أساس هي تقف وراء دعم المنظمات السياسية الأحوازية والشعوب غير الفارسية في إيران، لكن في كل الأحوال هي يعني ردود فعل من قبل المواطنين في داخل جغرافية إيران على سياسات إيران القمعية، على حرمان الشعوب من حقوقهم الأساسية. ولكن إيران لا تريد أن تعترف بأزماتها السياسية والاقتصادية والأمنية وسوء إدارتها يعني الداخلية وفشلها، ولذلك تحاول كل أزمة تحصل في الداخل أو ردود فعل على النظام الإيراني تحاول يعني تقول أنه هذه لكن قبل النزول في مبررات هذا الحدث، أنت ذكرت أكثر من جهة، أشرت إلى تنظيم الدولة، أشرت إلى السعودية والإمارات، أشرت إلى أكثر من جهة. ما هي الجهة الأكثر تحديدا التي تستطيع أن تقول بأنها المسؤولة عن هذا الهجوم؟ طبعا أضيف أنه بعض الجهات قالت أنه النظام الإيراني يقف وراء هذه العملية من أجل تبرير نفسه، تبرير لقمعه، وعلى أساس هي إيران ضحية الإرهاب ومن باب المظلومية وغير ذلك. لكن أنا أعتقد طبعا إذا بدأنا من داعش التي تبنت العملية ببيان رسمي على موقعها، طبعا لا تحمل العملية بصمات داعش، لأنه داعش تستهدف المدنيين من خلال عمليات تفجيرات وعمليات انتحارية ولا تستهدف عسكريين من جهة، وأيضا من جهة أخرى يعني داعش لم تستهدف إيران لحد الآن، بل تستهدف ومهمتها تدمير المناطق العربية. لكن هذا الهجوم وقع فيه قتلى من النساء والأطفال، لم يستهدف عسكريين فقط. ليس هناك أي قتيل من الأطفال والنساء، وكلهم عسكريين من الحرس الثوري والبسيج والقوات العسكرية. وإذا حصل يعني هناك طبعا يعني أحد أبناء الضباط وهو بدرجة عقيد كان معه أيضا، ولكن هناك أخبار أنه الجيش الإيراني والحرس الثوري بعد خطوة هذه العملية بدأوا بإطلاق نار عشوائية وربما سقط بعض المدنيين نتيجة على أي المعلومات استندت أقوالك بأن كل 29 قتيلا هم من العسكريين؟ كل وكالات الأنباء تشير إلى أن من هؤلاء القتلى نساء وأطفال،
وأن إيران إطلاق إيران كان يعني وكالات الأنباء الإيرانية نشرت أسماء يعني أسماء وأيضا وظائفهم، وهذه القائمة موجودة نشرت على وسائل الإعلام، وكلهم من الحرس الثوري الإيراني والبسيج والمجندين والقوات العسكرية الإيرانية، ولم يترد هناك من في القائمة لم يرد هناك اسم لا امرأة أو طفل. لكن بعد ذلك بدأت الدعاية الإعلامية الإيرانية والدعاية السياسية الإيرانية من أجل تبرير هذه العملية على أساس إرهابية وغير ذلك، قالت أنه هناك قتلى من النساء والأطفال، ولكن القائمة التي انتشرت وهي 29 قتيلا لم يكن بين الأسماء أسماء أطفال أو نساء بين القتلى. طيب الآن هناك من يشير أيضا بأصابع الاتهام إلى حركة مجاهدي خلق، إلى أي مدى تعتقد في صحة هذا الاتهام؟ لا طبعا بعيدة كل البعد يعني ما حكت. أولا مجاهدي خلق لم تتبنى هذه العملية، وإيران أيضا لم يعني تقول حركة يعني مجاهدي خلق. يعني المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يعني منذ بداية العملية قال إنه المقاومة الأحوازية كما تم هو الأحوازية وراء هذه العملية، لكن هناك تخبط في الإعلام الإيراني حول من يتبنى هذه العملية، لكن كانت مفاجأة وكبيرة وموجعة للنظام الإيراني، لذلك كان هناك تخبط من قبل المسؤولين الإيرانيين حول من يقف وراء هذه العملية. لكن أنا أعتقد يعني هي لطالما استهدفت قوات من الحرس الثوري الإيراني والبسيج والقوات العسكرية الإيرانية، أنا أعتقد هي تقف وراءها جهات ضد النظام الإيراني وضد يعني عمليات الإيرانية وخاصة من الداخل. أنا شخصيا أرجح حسب التحليل والمعلومات التي تتوفر لدي هي ردود فعل من أبناء الشعوب غير الفارسية وأبناء الشعب الأحوازي على جرائم النظام الإيراني في داخل الأحواز من ظلم واضطهاد وحرمان، وهذا نعتقد هي ردود فعل مشروعة وردود فعل طبيعية على يعني الممارسات النظام الإيراني العنصرية بحقهم وإغلاق كل يعني طيب. منافذ العمل السلمي والمطالبات لكن السلمية. لكن في المقابل سيد حسن، في المقابل البعض يقول بأن مثل هذه العمليات لن تساعد على تعزيز أوضاع أو رغبة الأحواز في الانفصال، وإنما ستزيد من القمع، خاصة إذا ما صدقت التكهنات التي تشير إلى دعم سعودي إلى هذه المنظمات التي تسعى لانفصال الأحواز. طبعا لا يوجد هناك دعم سعودي أو خليجي للشعب العربي الأحوازي والمنظمات السياسية، هي طبعا دعاية إيرانية من أجل تبرير قمعها، وعلى أساس هناك تدخل من قبل السعودية ودول أخرى في شؤونها الداخلية. لا يوجد هناك دعم ولا يوجد هناك تمثيل أصلا للمنظمات السياسية في دول الخليج العربي، لا مكاتب ولا مقرات ولا هم يحزنون، وإذا كان هناك تتلقى المنظمات السياسية الأحوازية لدعم من أي دولة خليجية أو أي دولة في العالم لكان حالها ووضعها هو في أفضل منه ما هو عليه. لكن أنا أعتقد طبعا إيران أو النظام الإيراني لا يبحث عن مبررات مثل هذا لزيادة قمعه، ولزيادة القمع فهو يقمع دائما ويحرم الشعوب غير الفارسية منذ أربعة عقود من حقوقهم، وحتى البنود اللي يعني المنصوص عليها في الدستور الإيراني النظام الإيراني لا يريد تنفيذها، وهي حقوق يعني ثقافية وليس حقوق يعني سياسية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والإعلامي حسن راضي الأحوازي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.